فكلما كان طلب منه فهو جعلوه وزير التعليم الشيخ أبو الكلام آزاد، وهو يختار أن يكون سفيرا للمملكة الشيخ عبد المجيد الحريري الحريري. السلفي نعم. إلى المملكة السلفية. فكان جاء قال: مولانا هذا الطالب خدمكم كثير، والله رأيت الشيخ يغرورق عيناه، الله المستعان. والله وبكى كأنه قال: الله هو الذي يأجره. سبحان أنا الله، إيه سبحان أقول الله. كأنه برد قلبي أن هذا الدعاء لابد أن يكون له أجر. نعم، قال الله اللي يأجره إيه فقط. والله سبحان نعم. الله. أيضا كنت أكتب له لأن خطي جميل، فكانت تأتي رسالة من الشيخ عطاء الله أبو جيانبي من الهند ومن باكستان، والشيخ محمد إسماعيل قدرانا على محمد القندلوي، فكان كنت أكتب. مرة كتبت مقدمة بنفسي حضرة مولوي إسماعيل قدرانوالا، فالشيخ قال: لا 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 لا، بنفسي. نعم. أنت كتبت بنفسك المقدمة، حتى تختصر المطلوب الشيخ. المطلوب يولي علي شيء. نعم. فقلت كتبت: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرة مولوي فلان، مولوي أقل مولانا أعلى. قال: لا 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 لا، كيف تكتب مولوي؟ هذا الرجل عالم كبير ما تعرفه، لو قام يخطب الناس ويعز الناس، الطائر إذا سمع يتوقف لسمائه. سبحان الله، هذه مبالغة في مبالغة في الهند هنا. نعم. الطائر، فحضرة العلام مولانا وكذا وكذا، فهذه الألقاب عرفت منه. فسبحان الله كنت أكتب له أيضا وخطي جميل، فأنا هذا صار بيني وبينه تقارب عجيب جدا، وكان دائما يدعو لي. ما شاء الله. ودعوته أني كل سنة كنت آتي في المدرسة 60 شخص، أول واحد أكثر درجة ما شاء الله. حتى في السنة الأولى، لما كنت في السنة الأولى والشيخ بدأت أتقرب منه، وكان اختبار إعلان النتيجة، عند إعلان النتيجة عبد الوحيد وأخوانه الكبار والصغار، هؤلاء الذين هم ثلاث بيوتهم الذين كانوا يدورون المدرسة من نفقتهم الخاصة، ما هناك تبرعات وكذا، فيجتمعون فرحا له ويأتون بالجوائز وأشياء. فقال الشيخ نفسه رحمه الله، الشيخ نزير أحمد رحمه الله، لما أعلن النتيجة: أصغرهم أكثرهم درجة. ما شاء الله. فقام واحد منهم من عم عبد الوحيد الرحماني، كان جاب فوطة وجاب هذا الذي عندهم طيلسان، وجاب قلم، وجاب ساعة. ساعة ما كنت أعرف ألبس ساعة في تلك الأيام. سبحان الله. يعني أعطوك هدية. هذا هدية ساعة، ساعة التفوق. ما شاء الله. نعم. تفوق. وأمسك مسكني ثم يترك ثم أنت بيضت وجهك. ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين، وهكذا أقدر أقول دعوة الأساتذة. ثم قدر الله أنهم هم الذين تولوا إنشاء الجامعة السلفية. فلما أنشئت الجامعة السلفية درسنا فيها آخر سنة العالمية، وافتتحوا الجامعة فنقلونا إلى هناك، وطلبوا في التأسيس أيضا تأسيس الجامعة قبل 3 سنوات. كان جاء السفير الهندي، سفير السعودي يوسف الفوزان، يوسف الفوزان سلفي، رجل سلفي ما شاء الله، جاء يعني أبدى غبطته وأبدى فرحه بأن تفتح في هذه المنطقة التي هي كفرستان. كفرستان، كفرستان، الله المستعان. لأن هذه أقدس مدينة عندهم. ها. بنارس. نعم. بنارس، بنارس وثنين، وهناك جنج، هناك جنجة، وهناك مغتسل الذي يغتسل يروبا كنت يعني في الجنة. الله المستعان. فرح وخطب خطبة، خاطب الناس بخطبة جيدة هذا السفير، السفير فوزان. إيه، أظن ما جاء أحد من العلماء، لكن لما صار الافتتاح طلبوا من الشيخ ابن باز، وهذا أيضا من جملة، سبحان الله، من جملة ما حصلت لي فضيلة من بين الطلاب، أنهم لما كانوا يكتبون الخطابات، أي خطاب للتعيين أستاذ وتعيين كذا أو تعيين وقت الجلسة من الخارج للمستشارين، فكانوا جلسوني في بين 5 أو 6 من الكبار وأنا أكتب خطابات. سبحان الله. فمن جملة الخطابات الذي أعده أحد الأساتذة باسم الشيخ بن باز،
وانا بيضت بخط جميل وارسلت بخطي الى الشيخ لان على كاتب ما كان لا يوجد. نعم. كان لكنه كاتب وكذا فارسل الى الشيخ ابن باز وانا اذكر انهم طلبوا قال نحن يعني فرح نعرف على انفسنا اننا نحن السلفيون اهل الحديث وقد نزل عندنا الملك فيصل لما راح الملك سعود وكذا. نعم. ونرغب ان تشجعونا في افتتاح جامعتنا المركزيه السلفيه مركزيه يسمونه يعني هي جامعه كبيره من بين اهل المدارس اهل الحديث فارسلوا الى الشيخ وجاء الرد ايضا قرار